تليفون المهندسة أمل مبدة، مدير إدارة تنمية الموارد بمصر. الخير يا باشمهندسة، أهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ ايمان؟ أهلا واخبار بحضرتك يا حضرتك دكتور. ايه؟ الحمد البقاء لله لله تمام طبعا في كل الضحايا، وربنا يشفي كل مريض يا رب. يا رب أمين. يعني احنا بس عارفين ان انتم مش بتتأخروا مصر الخير في اي مساعدات، فأعتقد ان ده وقت يعني لازم على الجميع انه يقدم مساعدة لهذا الصرح اللي هو اصلا بيشتغل بطاقة كبيرة جدا وبيقدم خدمات علاجية للناس محتاجاها قوي، وكمان بعد الحادث ده اعتقد ان المساعدة اصبحت يعني حتمية. بص، احنا النهارده الحقيقه على طول احنا ابتدى قطاع الصحه عندنا، يعني الحقيقه احنا كنا هنتحرك على 3 محاور، ان قطاع التنفيذ وقطاع الهندسيه كنا هنروح نشوف ايه اللي ممكن نتدخل بيه انشائيا، وفوجئنا انه الحقيقه ما شاء الله ان المقاولين العرب دخلوا اوريدي، فدي طبعا خطوه يعني بتبين برضو ان المصريين يعني كلنا بنتحرك في نفس الاتجاه يعني. فلكن طبعا لو في اي حاجه احنا كمؤسسه مصر الخير واحنا هنروح المعهد ونتكلم معاهم محتاجين القطاع الهندسي في مصر الخير او قطاعنا الانشائي يعني في التنفيذ، فاحنا مستعدين للمساعده مع اداره المقاولين العرب طبعا. بالنسبه للحالات الصحيه احنا هنتكفل بعدد من الحالات او نشوف ايه اللي احنا ممكن نقدر نساعد فيه، وفي لجنه هتطلع من عندنا هتوصل تتكلم مع الاداره. انا عارفه ان في حالات كثيره راحت القصر العيني وحالات راحت مستشفى 57، فازاي احنا نقدر نساعد معاهم. والحقيقه انا النهارده تلقيت مكالمه من الاستاذه نرمين شهاب الدين، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامه في البنك الاهلي، وهو راعي استراتيجي معانا البنك الاهلي المصري طبعا. فقالت لي اي حاجه معهد الاورام هيبقى محتاجها احنا كبنك اهلي مستعدين معانا كمصر الخير كمان ان احنا نتدخل، وسواء بقى مرضى، علاج، ادوات ناقصه، في اجهزه كثيره طبعا واضح انها اتدمرت لو احنا شفناها في الصور امبارح، فاي مساعده هتكون مطلوبه مننا. ما عنديش حاجه واضحه لسه لان حضرتك عارفه الحادثه يعني ما لحقناش نعرف ايه اللي مطلوب بالظبط، لكن اي احتياج هيبقى موجود احنا كمنظمه مجتمع مدني كبنك معانا البنك الاهلي احنا كاشخاص يعني. يمكن انا لاقيه دلوقتي كل يمكن لسه شايفه رامي رضوان حالا مشير على صفحته نفس البيانات اللي حضرتك منزلاها، كلنا بنشيرها على صفحاتنا يا جماعه تبرعوا ال5 جنيه من الموبايل، محدش يعني يستقل برقم هو شايف ان هو مش هيعمل حاجه. ال5 جنيه هتفرق، ال10 جنيه هتفرق. احنا كمصريين لما بنتجمع على حاجه اكيد ده يعني يمكن الحادثه دي هيطلع منها المعهد اقوى كتير جدا من الاول ان شاء الله. وانتوا عندكم استعداد كمصر الخير او كمؤسسه خيريه ان انتوا تتعاونوا مع كل المؤسسات في هذه اللحظه المهمه ان يكون في تكامل؟ حضرتك كمصر الخير تقدري تساعدي حالات في اي جمعيه تانية او مؤسسه تانية تقدر تساعد بشكل تاني، يعني يبقى في تكامل في الجهود. بصي حضرتك مفيش اي مشكله، احنا عندنا استعداد ان احنا الاسر بتاعت المرضى اللي ما لهمش مكان عندنا استعداد نسكنهم. مريض محتاج يعني علاج احنا نقدر نحوله لاي مستشفى ونتكفل بعلاجه. بقول لحضرتك انشائيا او يعني محتاجين القطاع الهندسي عندنا احنا مستعدين، قطاع الصحه مستعدين، يعني اي حاجه هتبقى في متناول او في ايدينا كمنظمه مجتمع مدني كمؤسسه مصر الخير احنا مستعدين للتعاون طبعا مع اي جمعيه، لان احنا في الاخر كلنا مصر. نتعاون مع القطاع الخاص، مع الحكومة، مع جمعية خاصة، جمعية صغيرة، جمعية كبيرة، هو في الآخر المصلحة واحدة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا المهندسة أمل مبدة طبعا مصر الخير اللي على طول ما بيتأخروش الحقيقة في أي حاجة فيها مساعدات. عايزين نفكر تاني أنه رقم الحساب في جميع البنوك المصرية 3 7 أو رسالة فيها 3 7 على رقم 9 7 9 7. معانا كمان الأرمانيين، معانا الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. وأنا بعزي كل الشعب المصري وأشكر حضرتك على المبادرة الجميلة دي. أنا بس عايز أعرف إزاي الأورمان ممكن تساعد، يعني مصر الخير خلاص دخلت في القصة وبالفعل هيبتدوا يشوفوا إيه المطلوب أو ممكن يعملوا إيه، الأورمان كمان هتساعد إزاي؟ إحنا يا فندم عندنا مستشفى لعلاج الأورام في الأقصر على مساحة ضخمة جدا،
مستعدين من بكره ان شاء الله، واحنا هنبعت خطاب رسمي لمدير المعهد الصبح ان شاء الله. اي مرضى كانوا موجودين في المعهد احنا هنوديهم المستشفى عندنا، ونتكفل بعلاجهم بالكامل، وهنتكفل بانتقالاتهم للاقصر. وعندنا هناك دار ضيافه هنستقبل فيها مرافقين المرضى لاي عدد ممكن المستشفى تستوعبه، وان شاء الله احنا مستعدين من بكره صباحا ان شاء الله نستقبل اي عدد، وخاصه اهالينا من الصعيد او من بحري او من القاهره، بتكلفه انتقالهم واقامتهم في الاقصر ان شاء الله. طبعا احنا عندنا المستشفى بتقدم علاج على اعلى مستوى. هل هتبتدوا دلوقتي يعني يا فندم تبتدوا تعرفوا يعني تاخدوا قائمه مثلا بالمرضى اللي موجودين اللي ممكن يعني يتعالجوا عن طريق الاورمان، او مثلا لو حد حتى يعني ويتنج ليست او على قائمه انتظار او غيره، ممكن تبتدوا تعملوا ده دلوقتي على طول؟ بالظبط يا فندم ان شاء الله على طول. وانا بوعد حضرتك على الهواء دلوقتي ان اي حد محتاج علاج وكان محجوز في المعهد او ما كانش محجوز في المعهد، وخاصه الناس اللي كانوا محجوزين في المعهد وتغرروا من العمل الخفيف ده، احنا مستعدين بكره ان شاء الله نتواصل مع المعهد الصبح ان شاء الله او دلوقتي هكتب انا مدير المعهد وننقلهم على حسابنا ان شاء الله وعلى طيب. وعلى نفقه الجمعيه. انا لسه قاعده شويه على الهواء يعني لسه قدامنا ساعتين ثلاثه، فلو حضرتك يعني عملت ده دلوقتي وترجع لنا يا ريت حضرتك تطمنا ونطمن الناس ان في حد بدا يشتغل على الارض وانه في مساعدات للناس، لانه حضرتك عارف يعني دولت مرضى، فالمرض مع فقر مع كمان هذا الحادث الارهابي الموضوع صعب قوي، فيعني ان احنا نحاول نساعد في اقصى سرعه. ففي اي وقت حضرتك تكلمنا تقول لنا وصلتوا لايه عشان بس نطمن الناس ونطمن اهالينا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود فؤاد جمعيه الاورمان، وبشكر المهندسه امل مبده مصر الخير، ومنتظره من هنا لغايه ما نخلص الحلقه لان احنا لسه مكملين مع حضراتكم شويه، انه اي حد عايز يكلمنا يكلمنا، اي حد هيبعت لنا يبعت لنا، هنقول كل الناس اللي هتتبرع الناس تكلمنا، اللي عايز يساعد باي شكل يساعد حتى لو رساله بسيطه، مش بس عشان الحادث، يعني هو الحادث طبعا سبب كبير ان احنا نساعد الناس دي، لان اكيد كلنا شفنا حاجات ضايقتنا ال 24 ساعه اللي فاتوا، لكن كمان خلينا نقول انه اصلا هذا المعهد بالتحديد كان محتاج مساعده. يعني احنا بقالنا فتره بنقول ان احنا في حاجات معينه او مؤسسات معينه بتشتغل محترمه جدا جدا، بتستقبل ناس كتير جدا، بتقدم خدمات علاجيه محترمه ومحتاجه مساعده، مش بس من الجمعيات الخيريه، محتاجه مساعده مننا حتى كافراد. فاللي يقدر حتى يبعت الرساله على الرقم 97 او 9797 لا يتردد ويعمل ده على طول دلوقتي. هنطلع لفاصل. طيب قبل ما نطلع لفاصل هايل اهل الخير. طيب معانا اهل الخير كمان، معانا الاستاذه هبه السويدي مؤسسه اهل مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا فندم. معانا في القصه دي؟ اه طبعا، ده شغلتنا يعني وقضيتنا من سنين يعني. اولا عايزه بس اتوجه بالعزاء لاسر الضحايا والشهداء ومصر كلها على الحادث الاليم اللي حصل امبارح. وطبعا بما ان احنا المؤسسه الوحيده في مصر والشرق الاوسط الثانيه يعني قضيه الحروق، فاول ما الحادث حصل امبارح كنا الفريق الطبي الخاص بالمؤسسه توجه بالفعل لكل المستشفيات عشان نشوف احنا ممكن نساعد مع الدولة ازاي في انقاذ ارواح الناس دي. طيب ممكن نعمل ايه؟ يعني المؤسسة طبعا معروفة وشغل حضرتك في مساعدة الناس وخاصة اللي بيتعرضوا للحروق معروفة، ازاي ممكن تساعدوا الناس؟ وهل هتبتدوا ايه تاخدوا اسماء معينة؟ احنا فعلا خدنا كل تواصلنا مع كل الحالات، وجاري دلوقتي ان احنا الحالات فور خروجها من انقاذ حياتها بس في المستشفيات، احنا هنتولى استكمال علاجها، لانه علاج الحالات دي بيستمر معانا لمده سنين، مش بتبقى عمليه وبيمشوا وخلاص. فاحنا بعد كده هنكمل معاهم علاجهم. وهنا برجع اقول ايمان لاهميه وجود مستشفى متخصص زي مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق، دي تاني حادثه بتحصل السنه دي كبيره بالاضافه للحوادث اللي احنا بنشوفها كل يوم، ففعلا وجود مستشفى متخصص هيساعد كتير جدا في انقاذ ارواح الضحايا دي. طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا، و ويا ريت يكون في تنسيق. انا عارفه انه يعني الاورمان او اهل مصر او مصر الخير ممكن اي حد فيهم يبقى في المبادره ده، وده هيحصل انا متاكده ان يبقى في تنسيق علشان يبقى جهود متكامله ما بين الجمعيات الخيريه في مساعده كل الناس اللي كانت موجوده او حتى اللي كانت منتظره على قائم العلاج في معهد ناصر. بشكرك طبعا استاذه هبه السويدي مؤسسه اهل مصر. طيب
خلينا ننزل ارقامنا على الشاشه، وخلال الحلقه والفقره الجايه بالتحديد اي حد هيكلمنا علشان يساعد اي مساعده، وعلى فكره المساعده كل واحد يقدر يساعد على قده، في ناس تقدر بس او امكانياتها بس ان هي تبعت رساله على الموبايل. انا ما اعرفش الرساله بكام، تقريبا 5 جنيه، 5 جنيه، وفي ناس تقدر اكتر من كده شويه ان هي تقدر تتبرع لحساب المعهد في البنك، او ان هي تقدر تروح حتى تساعد باي شكل. في ناس نزلت اتبرعت بدم، في ناس راحت وقفت جنب الناس طمنتهم، في ناس نقلت ناس بالعربيه، يعني كل واحد على قد القدره اللي يقدرها يقدر يساعد الناس باي شكل. واعتقد ان ده الوقت الطبيعي لتكاتف كل الناس، وطبعا اهل الخير مصر دايما مليانه خير وفي ناس بتساعد. وانا عارفه انه على ما نطلع للفقره اللي بعديها وقبل ما نختم هيكون في مساعدات كتير جدا جدا للناس علشان نطمنهم ونطمن المصابين، لاني بقول مره تانية انه يعني الصور الناس اللي احنا شفناها المرض دي ناس مريضه، فكمان مرض مع اللي حصل محتاجين حاجات كتير قوي علشان نساعدهم. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن الحادث بالتفصيل، تفصيليا ايه اللي حصل من امبارح لغايه النهارده، مع ضيفنا العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اللي هيكون معانا بعد دقائق.